اقعد وياه وابدأوا. حبيبي ايش اللي نبدا يا حبيبي؟ ايش الغش اللي قاعد يصير هنا؟ ايش السطو على حقوق الاخرين اللي قاعد يحصل هنا اهو؟ اهدى اهدى يا ابو حقوق انسان انت، ليه غش؟ حبيبي هزاري اللاعب هذا اعرف معايا في الفريق، كيف صار معاك زي كيف؟ يا فقي الادم انتقل من تشيلسي ودحين عندنا في ريال مدريد. اقول لكم بطلت لكم لعب، لازم اللاعب هذا يجي معايا ولا بطلت. تبدا ولا اصلخك بطرد من البطوله ويفوز سوكوش، تراي انا المشرف بذا. خايب ها؟ ابدا لعب، انا انتقم منكم يا ظلمه. يا خرده خايب؟ العب العب. حطه روح. عطه روح عطه روح. وش المباراه الملل لك ساعه؟ عطه روح عطه روح يا اخي. احنا الحين في نهايه الشوط الثاني ولا هدف جبته. مالك دخل تركي، ترى هاي تنحسب سب. عامل انتبه انتبه، ترى بعطيك انذار شفوي. القم جحفلي. تعال وش دخل جحفلي؟ الحين مباراه بين مانشستر يونايتد وارسنال تقول جحفلي؟ لا يا شيخ، زيكم النصراويه اذا فاز النصر على الهلال تقولون اوراوا وسدني. ياس ياس حبيبي اللي فاز وشك تحتفل؟ لان الشيخ ابو طلال قال اني بنهزم 10، بس انا الحمد لله انهزمت 9 بس. التسعه اخت العشرة بقعد صوعك الفاخر. ايش دخلك؟ انا المرافق الشخصي الراعي البطوله ابو طلال. الله يطول بعمره. يقول لك المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ليه مطلع ميسي احتياط؟ هذه خطة عشان استفيد منه الشوط الثاني. عشان مثلك الخايس القم الثالث. السلام عليكم طال عمرك، الله ما يرضى بالظلم، وانا الصراحة انظلمت. انظلمت؟ راح للمحكمة. طويل العمر طول الفريق، والله انا ما اعرف العب فيه، فريق سيء طال عمرك وخرجت من البطوله. ادم خرجت صك الماء وراك. والله شوف شوف من راعي البطوله، تعرف انه ابو هلال بتفرعنين مسوين فيها مريشين، خلف الله البطوله. وش تقول يا الفاخر؟ اقول ما في مفرحات، يعني فلوس 100 200 عشان والله انجرحت. تنجرحت؟ اذا انجرحت حط لزقه. ما في مفرحات؟